هنا بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض وزارة الصحة من خلال خلية مركزية للرصد وتتبع كتبع بشكل مستمر دون قطاع كل أيام الأسبوع الوضعية الوبائية. لحد ساعة الوضعية الوبائية لا تختلف عن السنوات الماضية. كنتبعوا كذلك الوضعية الفيروسية حيث الفيروس H1N1 والH1N1 كيبقى هو الفيروس اللي موجود هذه السنة بنسبة 80%، وهذه النسبة هذه هي كذلك اللي كاينة على مستوى العالم. الخلية الدور ديالها كذلك تتبع ديال الوضعية اللي كاينة في المستشفيات المستعجلات المصحات الخاصة باش نشوفوا هل هناك شي حالات اللي كتجي بأعراض أو بالتهاب على مستوى الجهاز التنفسي بشكل عام. المعطيات اللي عندنا كتبين بأنه يعني الأرقام يعني معدودة ومحدودة اللي كتجي. هل الخلية كذلك كتتبع وكتتأكد من إذا كانت هناك وفيات، وبعد ما قمنا بتجميع كل المعطيات وبعد ما قمنا من التأكد من أن واش هناك يعني إصابة بإنفلونزا أو لا، نتأسف أنه اليوم وصلنا إلى 9 الوفيات. بهذه المناسبة يعني كنقدم التعازي ديالي للأسر، ونفس بهذه المناسبة كذلك كنعاود نأكد بأنه المسألة الوقاية أساسية، لأنه للأسف الإنفلونزا دائما كتجي قاسة على الناس اللي عندهم يعني عرضة أكثر للأعراض، يعني الناس اللي تكونوا أقل من 65 سنة عندهم أمراض مزمنة القلب الشرايين الدقة مرض السكري، أطفال بين 6 أشهر وخمس سنوات باقي فتيين كما تقولوا، كذلك نساء الحوامل، وهذو كنوصيهم دائما بالوقاية كل سنة، يعني راك تعرف النظافة ديال اليدين ما يقربوش الناس اللي مرض، وإلا حسوا يعني جاتهم منزلة وحسوا بأنه دق عليهم النفس أو تعب كبير يمشيو ما يترددوش يمشيو يستشروا عند الطبيب في مركز صحي. إذا كان خارج أيام الأسبوع فيمشيو إلى المستعجلات، وزارة الصحة معبئة كل أطقم ديالها الطبية والصحية لاستقبالهم. كذلك نبغوا نقولوا بأنه فيما يتعلق بالأدوية قسم التموين ولا مديرية الأدوية كتأكد بأنه المستشفيات العمومية بأنه مسحات كتوصل بالأدوية اللي كتحتاجها في هذه الفترة ديال البرد. ونبغي كذلك فيما يتعلق بالساكنة القروية والجبلية نعاود نرجع بأنه برنامج رعاية قمنا بالرفع من المستوى ديال التعبئة باش تخرج القوافل الطبية وتمشي عن الدواوير في هذه الفترة هذه ديال البرد وهذا الثلج الآن اللي يبدا ينزل باش يكون تتبع ديال الحالة الصحية بشكل عام وبشكل خاص يشوف واش كاين كذلك حالات ديال الانفلونزا. هناك كذلك اللقاحات متوفرة، مع العلم أنه الآن نحن في الفترة ديال انخفاض ديال العدوى وما بقاتش فترة كبيرة للقاح، الناس يمكن تلقح ما كاين حتى شي مشكل، اللقاح موجود في الصيدليات. نعاودوا نطمئنوا بأنه الوزارة يعني قايمة بشغلها متبعة الوضع ومتحكمة فيه، لا القطاع العام ولا القطاع الخاص معبأ من أجل مواجهة هذا الوباء الموسمي. شكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.